يا باشا، المكاتيب اللي كتبوها أشراف أماسيا بلش اتصل، وهذا الشيء ردا على أمر مولانا السلطان. لبرا، سموه الأمير، سموه الأمير، سموه الأمير. لازم تجهز حالك بسرعة. مولاي السلطان بالقصر. نوربانو، شوفي الأخبار مو منيحة بنوب. مولانا السلطان سليمان صار بالقصر. وين سليم هلأ؟ سمو الأمير، أنا رح أخذك على الحمام مشان تصحصح شوي. شو عم تعمل يا غضنفر؟ سمو الأمير، لازم السلطان ما يشوفك هيك. Thank you.
سلطانة، وأخيراً المكاتب اللي كنا ناطرينها بلشت توصل لعنا. شو كاتبين فيها؟ مثل ما توقعت، الكل عم يعظموا ويفخموا الأمير، كاتبين كلام كبير كتير، ورح تكون نهاية الأمير مصطفى على إيد الناس يلي بيحبوه. شوفي شو كاتبين وقديش مادحين فيه. مصطفى سلطاننا المستقبلي. سلطاننا المستقبلي. كاتبينه وهن بيعرفوا انك رح تقراها، مو هيك؟ هاي الجملة موجودة بكذا مكتوب. واضح انه الناس يلي حوالين الامير بغض النظر مين هن جاهزين للانقلاب. المفروض بهيك حالة يكون مولانا السلطان جاهز لمواجهة السلطان المستقبلي. مولاي، أنا لحد اليوم كنت دائماً عم ساندك، ما عطيت أي أهمية للكلام يلي عم ينحكى عنك. هيك بتكافيني؟ أنت هيك بتدير إمارتك؟ بأنك تقضيها بالسكر والشرب؟ ماني عرفان أنك رح تجي بهالسرعة يا مولاي. شو كنت عملت لو عرفت؟ شو كنت رح تساوي؟ ها؟ كنت رح تغطي عيوبك ما هيك؟ شو شايفني قدامك؟ فكر حالك رح تخدعني؟ أنا أجيت بكير خصوصي لشوفك بهالحالة يا سليم، ويا خسارة شفتك بعيني. اللي عم تساوي اسمه حرام، روح نلع من وشي بابا، نلع من وشي. شو رح يصير هلأ؟ ما بعرف والله، بس يا خوفي جلالة السلطان ينقل سموه الأميرة على غير إمارة يا نوربانو. يا رب وقف معنا تخيلك. لا تعزبي حالك وتدعي، ما بظن أنه دعائك مستجاب. أنت شو جابك لعندي؟ يبدو أنك نسيانة أنه أنا سلطانة. جلالة السلطان ما حب يجي من دوني على منيسة. ماني ملاقية إنه سفرك في إله لزوم، ليش ما تستنى ليرجع السلطان؟ أو إذا بدك بعت له خبر مع شي رسول. هيك أحسن بكتير، لازم مولاي السلطان يعرف بهالمسألة بأسرع وقت. شو رح تكون النهاية يا رستم؟ قصدي على أخي مصطفى. يلي بيسمح ينقال عنه اليوم السلطان المستقبلي مستعد بكرة يساوي كل شي مشان العرش. لهالسبب مولاي السلطان رح يحاول يعمل أي شي قبل ما تتطور الأمور. الأمير مصطفى عم يلعب لعبة وسخة، وتأكدي رح يسيل دم كتير بنهاية اللعبة، يا أما دمه يا دم أخواتك سليم وبيزيد وجيهانجير. ولازم نكون جاهزين، وخاصة أنا وإنتي. عم تفهمي علي؟ دستور سمو الأمير جيهانجير. سمو الأمير باشا، بعتذر منك بس أنا عندي كتير شغل. سلطانة. ايه روح الله معك. أهلا وسهلا يا جيهانجير. خير إن شاء الله يا مريم. الباشا عشو مستعجل كل هالقد؟ ما في شي مهم، بس أشغال الدولة بتتطلب إنه يطلع على قدرنا. معناته الأغوات يلي واقفين على الباب عطوني معلومات غلط، لأنهم قبل شوي قالوا لي إنه الباشا طالع على منيسة. لكن عطوكي جناح لحالك؟ أنا كنت مفكرتك عم تنامي بجناح الجواري. هذا أحلى جناح بالحرم لك.
كان للسلطانة نهد دورها من قبل يا فاليريا. شي حلو كتير، معناتها رح نام فيه. وانتي دوري لحالك على غرفة تانية، على القليلة بفترة إقامتي. عرفي حدودك فاليريا. أنا كمان صرت سلطانة، وأنا جبت ولد ما جبت بنت. أنا عم يوجعني قلبي عليكي سيسيليا، لأنك عم تطلع لفوق كتير. بس أنا رح خبرك الحقيقة، أنت بتكوني عشيقة أمير سكير مو أكتر، أما أنا عشيقة سلطان. لهيك لا تغلطي معي، وإلا رح تشوفي مني شي ما بيعجبك. جهزي لي الأكل بالحرم لك، حابة اتفتل بالقصر وشوفه. أمرك يا حضرة السلطانة. نوربانو، شو ما حكت معك اصحك تعملي أي رد فعل. السلطانة هيام كيف سمحت لأنه تجي؟ بلشت تهدد وتتوعد من أولها. سلطانة مريم تعالي عدي. رستم طلع ما؟ ايه طلع. مو مصدقة ايمتى يوصل الخبر للسلطان. شبك من شو متضايقة؟ جيهان جير اجى لعندي وعرف بانه رستم طالع على منيسة واجى ليسألني، ولانه عرف اضطريت خبره بكل شيء. شو عم بيفكر هالولد؟ ما عم بفهم. بس يا سلطانة، مكانة مصطفى عن جيهان جير كبيرة، وهو بحبه وبيحترمه، والرابط اللي بيناتهم قوي كتير. حبه لمصطفى رح يضره كتير يا بنتي، وبنفس الوقت رح يضرنا إلنا كمان. نحن لازم نراقب جيهان جير منيح. الأمير مصطفى عم يمشي بدرب كله خيانات وغدر، وأنا ما فيني يا مريم وقف واتفرج على ابني وهو عم يغرق بهذا الدرب. أخي العزيز مصطفى، أشراف وبكوات أماسيا أرسلوا رسائل إلى العاصمة، والواضح أنها تتعلق بك. يستحسن التحقق من الأمر، علما أن رستم باشا خرج بسرعة نحو مانيسا لأمر لا أحد يعرف به. مع حبي واحترامي الدائم، جيهانجير. جيهانجير حبيبي وابن أخي الغالي. سلطانة، معقول ما عم تمل من القعدة هون طول النهار؟ وقراية الكتب والكتابة؟ والله القراية هي الشغلة الوحيدة اللي بتسليني يا سلطانة، وخاصة إن نهوري جيهان راحت. صفيت لحالك هون. امشي تعال نطلع سوا، منتمشى بالحديقة ومندردش لحالنا. سلطانة أنا ماني حابب عزبك. عذاب شو؟ الله يسامحك. صحيح أنت كبرت وصرت شاب، ويمكن ما تنبسط معي، بس أنا بقدر لاقي لك مين يسليك ويونسك. سلطانة ممكن أطلب منك طلب؟ طبعاً يا جيهانجير، وإصحك تخجل من أي شيء. أنت بتضلك أمير، اختار أحلى جارية موجودة بكل هالقصر ورح تكون قدامك فوراً. الموضوع عن شي تاني. مولاي السلطان مستحيل يطلع بوشي مرة تانية. كنت كسبان كل ثقته، وكان ما نحني محبته كمان. شوفي شو سويت بحالي، دمرت كل شي بإيدي. انت كون مطمن، رح نلاقي شي حل لهالموضوع. حل شو يا نوربانو؟ كل شي انتهى، ما عم تشوفي؟ ما رح ينتهي لحتى انت تقرر. اكيد ما فينا نرجع بالزمن، بس مصيرنا واستمرارنا بايدك هلا. يا اما رح تستسلم وتخسر، يا اما رح تقاوم وتربح. رح
احترامي سمو الأمير. أنت يلي بينادوا لك الفهد؟ السلطانة فاطمة خبرتني أنك بتكون كبير حراس الأمير مصطفى وأنه بإمكاني أعتمد عليك. بدون شك يا سمو الأمير. ما عم أفهم كيف كبير حراس أخي بيكون بعيد عنه كل هالمسافة. برأيك هذا الشيء ما بيصير الشك؟ أحياناً حماية الأمير بتتطلب كون بمكان بعيد، والحالة أكبر مثال. كل ما وصلته بوقت أسرع بيكون أحسن. مولاي، سمو الأمير سليم ناطر الموافقة ليشوفك. خليه يفوت. تفضل. مولاي، أول واحد فيكن خيب لي أملي كان أخوك مصطفى، وبعدين بيزيد، وهلأ أنت. القصص اللي عملتوها صدمتوني فيها أنتو الثلاثة. وقت عم بتذكر شو عملتو عم بخجل من كتر ما لا سيئة وبتجيب العار. أنا قاعد عم فكر بشغلة طب تربايتكن، ما عم بعرف. حاشا يا مولاي، الخطأ والتقصير هو مني. ما قدرت تكون ابن بليق بسلطان عظيم مثلك. أنا خجلان من جنابك كتير، وخجلان من حالي. يا ريتني متت وما خليتك تيجي تشوفني بهالحالة اللي بتخجل يا مولاي. شو ساوي بعد ما شفتك بعيوني؟ بترجاك تسامحني يا مولاي. سامح ابنك لضعيف سليم هالمرة، وعطيه فرصة أخيرة لحتى يصلح غلطه. شو الفائدة إذا سامحتك؟ أول ما دير ظهري رح ترجع تسكر من جديد. بحلف لك ما رح تتكرر أبدا. أي إنسان بيتوب توبة نصوحة وبتكون لوجه الله، الله سبحانه وتعالى برحمته بيخلي الملائكة يمسحوا كل ذنوبه وبيهدي للصراط المستقيم. وأنا حابب توب قدام حضرتك يا مولاي. بحلف لك ما رح يفوت تمي أي شيء حرام بعد اليوم. سنبل آغا، عفيفة خانم، والله أنا كنت بدي إجي لعندك لوضعك. شوفي ليش عم تضب غراضك؟ فهمني شو عامل؟ ذنوبي لا بتنعد ولا بتنحصها أبدا، بس مو هذا السبب. السلطانة تكرمت علي وحررتني. سنبل اسمع شو بدي قلك، بجوز هي عم تمزح ومو قصدها تطلع من هون. صدقيني هاي الحقيقة يا عفيفة خانم، السلطانة وياما حررتني من عبوديتي، وأنا هلأ إنسان حر، وإنتو لازم تلاقوا آغا جديد غيري ليدير أمور الحرم لك. والله ماني عرفاني إزعل ولا أفرح على هالخبر. أنت فكرت منيح يا سنبل، مو سهل عليك بنوب تطلع من هون بعد كل هالسنين اللي عشتها. ولا تنسى إنه هون في إلك قيمة، وفي كتير ناس تحت أمرتك. اللي شو بدك تساوي برا يا سنبل؟ والله صار لي كذا يوم عم فكر بهالقصة. من جهة خايف يصير فيني مثل السمكة يلي إذا طلعت من المي بتموت، ومن جهة تانية عندي فضول أعرف شو هو شعور الواحد لما يعيش حر من دون ما ينحني لحدا. ممكن البداية تكون كتير صعبة، بس بالنهاية الإنسان بيتأقلم مع كل شيء. وأنا كبرت بالعمر، وبصراحة حابب إنه نهايتي تكون نهاية إنسان حر مو مأمور. قلبي مانو مرتاح يا سلطانة. شو رح يصير بالحرم لك من دون سنبل آغا؟ بهي معك حق، رح نلاقي لها حل بشي طريقة.
أنت من هلأ زادت مسؤولياتك كتير يا فخرية. خليه يجرب. يعني شو بده يساوي برا بعد هالعمر؟ أنت ولدتي حرة يا بنتي، وهالشي هاد ما رح تفهمي، بس لما بتكوني عبدة أو جارية وقتها بتعرفي شو يعني الحرية. أدخل. سلطانة. عفيفة خانم، بعتقد إنك جاي مشان سنبل. والله يا سلطانة هيام، هو قال إنه أنت حررتي، بس مو عارفانة إذا هالحكي مزح ولا عجب. كلامه مزبوط، وأنا رح أعطي سنبل ورقة ملكيته يلي عندي ورح أمنحه حريته. أعملوا كل الإجراءات اللازمة مثل ما بتأمري يا سلطانة. رستم باشا طلع بسرعة على مانيسا، بعتقد إنه حضرتك بتعرف السبب. ما عندي أي معلومات يا سلطانة، بس واضح إن مسألة مهمة ومستعجلة. تعرفي أمور الدولة ما بتتأجل، ورح يرجع عن قريب. مزبوط رح يرجع، بس ما بنعرف قديش رح يضل بهذا المنصب. لو كنت محلك كنت بلشت من هلأ جهز حالي. الشيء المهم عندي يا سلطانة هو خدمة الدولة، المناصب والمقامات ما بيهموني. أنت شخص عاقل وذكي، صرت رئيس البحار وأنت بهالعمر، وحيكون قدامك مستقبل طويل وحافل. وبنصحك ما تقبل تكون عبد لحدا. رح قلك كلمتين لتكوني مطمنة يا سلطانة. أنا إخلاصي ووفائي بس لمولانا السلطان، وبصراحة ما فيني أعمل اتفاقات لا سرية ولا علنية. بدي أعرف شو اللي خلى رستم يوصل لهون، وشو السبب اللي خلى هيام تفقد ثقتها فيه وصارت تنصت عليه. سامحيني يا سلطانة، ما عندي معلومات. أنا رح قلك شو اللي صار. رستم صار بالنسبة لإلها ورقة خاسرة، وبأول فرصة بتصحلها رح تتخلى عنه. أنا ما بعتقد، لأنه مكانة رستم باشا كتير كبيرة عن سلطانتنا هيام، ولا تنسي هو متزوج كريمتهن. زواج رستم من مريم مانو مصدر قوة، لا هو ضعف. وساعة بيخطر ببال مريم رح تجي وتقله ثلاث كلمات لرستم باشا: طالق طالق طالق. يعني قوته رح تنهار بكلمة، ووقتها رح تكون فرصتك. شو صار معكم؟ شو حكيتوا؟ طلبت العفو من جلالة السلطان، تبت وقلت له ما بقى اشرب بحياتي، بس هو ما رد علي. بتمنى انه يغفر لي ويسامحني هالمرة. حلو كتير. شو الحلو يا نور بانو؟ مولانا السلطان ما رد علي، ضل عم بيطلع بوشي وما حكى ولا كلمة. المهم هو قبل يشوفك، وبما انه خلاك تحكي وما حكى اي شيء وضل ساكت، بهالحالة هو ما له زعلان منك. هيك رأيك؟ طبعاً. ومن هلأ ورايح دير بالك وخلي الشرب بالسر، وهيك أنت ما رح تضر حدا بنوب. نور بانو أنا عن جد تبت عن المشروب وما عاد أشرب. ادخل. سنبول. سلطانة. معناها جاي لحتى تودعني؟ سلطانة أنا أكيد رح ضل أبعث لك أخبار وطمنك عن وضعي. عظيم، ما بدي بالي ينشغل عليك. سلطانة
أنا كل يوم بالليل وقت حط راسي على المخدة رح أدعي لك، رح أقول الله يحميكي ويحمي كل يلي بتحبيهم. آمين. الله يفتحها بوشك ويسر طريقك وتضل مبسوط على طول. الله يوفقك يا سنبول. سلطانة. سلطانة. روحتك من الحرم لك رح تترك فراغ يا سنبول آغا، كلنا رح نستفقد لك. إن شاء الله تضل مبسوط وين ما بتروح. إن شاء الله يا سلطانة، إن شاء الله. أنا اسمحي لي أنا صار لازم روح يا سلطانة. يا أغا، من دونك الحرم لك ما رح يكون له أي طعمة. إيه مشان تعرفوا قيمتي يا خانم. فخريها، ديري بالك على السلطانة هويها ولا تخليها تتضايق أبدا. لك أنت شو قصتك؟ من الصبح عم بتقول نفس الحكي يا سنبول. خير إن شاء الله. يلا روح من هون بسرعة ولا تعطل الناس عن شغلهم. بدي إياكم تسامحوني. الله معك سامح يا سنبول. يا بنات انتو كمان ما بدي اياكم تزعلوا، يلا بقى كل واحدة تشوف شغله. هي الله ييسر طريقك يا اغا، لا تنسانا. معقول انساكم انا؟ تعال زورنا كل فتره والتانية. شو رح نعمل من دونك؟ وانتو كمان سامحوني. ايه سامحك. بخاطركم دير بالك على حالك. خاطركم. مصطفى الحمد لله على سلامتك. شكرا. أول ما وصلني المكتوب إجيت لعندك. هي هون؟ هي هون. بدي أطلب منك شغلة صغيرة يا مصطفى، وإذا بتوافق على طلبي رح كون مبسوط كتير. معقول تطلب مني شي وما وافق؟ قل لي شو القصة؟ هوري جيهان بيزيد اطلبها على أسرك وخليها بأماسيا، وكل ما كانت الفرصة مناسبة تبعت لي مكتوب حتى إجي. وبعدين شو رح يصير؟ ما بعرف، ما بعرف بصراحة، ما بعرف والله. أنا المهم عندي إني شوفها، وعندك حيكون أكتر مكان أمان لإلنا. رح تساعدني ولا لا؟ هوري جيهان
الأمير؟ ما خطر لك تشوفيني مرة تانية ما هيك؟ أنا مستحيل أتخلى عنك، أنا جنبك. كل هاد بفضل سمو الأمير. لا، أنا بس حبيت أحمي حبكم، لأنه شفت الحب والإخلاص اللي كانوا بعيونه، وكان احتمالي ورط حاله بالمشاكل. معناتها قريت أفكاري يا أخي. مثل ما لك شايفة استقبلتك بأحسن شكل، وجناحك حلو كمان، وفي إله برندا، كأنه عم يتمنينيني يا خانم. بس أنت مجبورة، مجبورة أنك تحترميني. لكن انتبهي شو بكي. أنا آسفة السلطانة. لك شو هالخدمة هي يا سيسيليا؟ حتى الجواري مو عرفانة تعلميهم؟ مزبوط اللي عم تقولي، ما عم بلاقي حدا يخدمني مثلك بنوب. لو اجا حدا لعندي لما كنا بالبندقية وقال لي رح يجي يوم وتخدميني فيه، مستحيل كنت صدقه. شوفي الدنيا ليكك قدامي ومجبورة تنفذي أوامري. هذا يلي بيقولوا عليه دولاب الحظ. ايه مزبوط، الدنيا كلها هيك، وما حدا بيعرف شو مخبيلنا القدر لقدام. سلطانة نوربانو، قولي. مراسم تسمية الأمير صارت جاهزة يا سلطانة. ليكني جاي، إذا بدك فيكي تشاركينا. ما أنا أجيت مشان هيك، وين ما بيكون مولاي السلطان أنا بكون معه. ادخل. مولاي، عفوا مولاي. ناطرين تشريف حضرتكم من شان تسمية الأمير. انت اسمك مصطفى، انت اسمك مصطفى، انت اسمك مصطفى. اللهم تقبل دعاءنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله خادما للإسلام. آمين. اللهم امنحه الصحة. آمين. واجعله مخلصا للدولة العليا. آمين. آمين يا رب.
هاي إنك تعطي اسم للأمير، أمنية كبيرة ما كنت بحلم فيها. الله يخلي لنا إياك ويحفظك إلنا. مولاي، لما اجاني خبر من الامير مصطفى ما عرفت شو ساوي. الحقيقه ما كان بدي اجي لهون، لاني ما كنت متخيله انه انت ورا هالقصه. معقول بهالسهوله اتخلى عن حبي؟ طيب شو رح يصير بعد هلا؟ شو رح نعمل بيزيد؟ في كم شغله براسي، انت بس وثقي فيني. عم تورط حالك بقصص انت بغنى عنا. اذا مولانا عرف انه بيزيد اجى لهون رح يحاسبك الك قبل الكل، ورح يفكر انك انت ورا كل هالقصة. سلطانة لا تاكلي هم، مولانا ما رح يعرف بشي، واصلا بيزيد ما رح يضل هون كتير. ان شاء الله يرجع بسرعة على امارته ونخلص من هالقصة من دون شوشرة ومشاكل. انت اكيد ما رح تقله انك تزوجت لمهرونيسة بالسر، ما هيك؟ حتى لو كان أخوك بس بيضل ابن هيام، وفي إلى عيون حوالين ابنه ورح يوصل له الخبر بأي شكل. بحب أقول لك إني كثير بوثق ببيازيد يا سلطانة، وما عندي أي شيء خبي عليه. ومع هيك احتفظ بالسر لحالك، ما منعرف شو مخبي الأيام. السعر مناسب لأنه بتعرف الحالة على قدها. يا سيدي إلا ما نلاقي طلبنا. بتحب تجربها يا بيك؟ والله ريحتها بتاخذ العقل. هذا إيش بياخذ العقل؟ على كفالتي، أنت خذهم وجربهم. يعطيك العافية. بتحسن ترجعهم. الله يعافيك. إيش موجود عندنا بالبلد؟ بديش عم تبيعيهم؟ قطعتين فضة. هدول أنت بتصنعيهم بإيدك؟ إيه بإيدي. مو انت نفس المرة اللي رفعت دعوة على الأمير سليم؟ ايه نعم أنا. شو صار بالدعوة؟ رجعوا فتحوها؟ ايه يا بيك رجعوا فتحوها، لأني أنا ما سكتت وكمان صدر الحكم فيها، وسمو الأمير سليم دفع لي أكتر بكتير من يلي حكم لي فيه القاضي، وأمنوا لي مزرعة كمان. سمو الأمير عطاني حقي وحق أولادي الله يطول عمره. عظيم، رح أخذ هدول. يعطيك العافية. الله معك. سليمان يا سلطان قلبي وروحي، ربما أكون حرة، ربما لا أكون مرمية في السجن أو في حفرة عميقة، ولكن في غيابك أحس بكل هذه الأمور التي تحدثت عنها، لأن في غيابك يصبح العالم سجنا ومجبورة على العيش فيه من دون حبك. وهذا السجن ليس له سوى مفتاح واحد، وذلك المفتاح هو بيدك يا مولاي. فإن حرمتني من حبك يا مولاي سأضيع في تلك الظلمة وسأختنق فيها، ولكي أرى النور يكفيني سماع كلمة واحدة منك. ادخل. سلطانة، من لسه ما اجانا منها شي خبر؟ معقول رستم لسه ما وصل؟ إذا مو اليوم بكرة أكيد بيوصل يا سلطانة. بتحبي جهز لك رسول لياخد الرسائل لهنيك؟ لا شكرا، ما في لزوم. الظاهر انه مولانا ما رح يسامحني. نحن بقصر واحد وما عم يتطلع بوشي ابدا. سمو الامير لا تفقد الامل، محبه مولانا لك ما رح تنطفى بهي البساطه. اليوم الجمعه وفكرت انه رح نصلي سوا، بس من خيبه امله فيني ومن كتر مو متضايق مني ما له رضيان يروح.
قال رح يصلي جماعة بجامع القصر. وأنا كمان هيك سمعت. لكن خلينا نمشي. دستور السلطان سليمان المعظم. غريبة كيف إجا؟ ما قلت لك يا سمو الأمير محبته لإلك كتير كبيرة. مولاي رح صلي صلاة الجمعة بجامع المرحومة أمي، أنت رح تجي تصلي معي. إلي الشرف يا مولاي. بما أنك تبت معناتها رح أقول لك بالتفصيل شو بيقول مولانا جلال الدين الرومي بخصوص التوبة يا ابني. الجنة فيها 8 بواب مخصصة لرحمة رب العالمين لعباده، واحد من البواب هو باب التوبة. أحياناً هالبواب بتنفتح كلها وأحياناً بتتسكر، بس باب التوبة ما بيتسكر أبداً. ممكن العمر يمضى من دون ما يلحق البني آدم يتوب، واللي بيضمن آخرته ما بيخاف من الموت لأن الله غفور رحيم. وإذا خلص العمر وما تبت بيكون وقت فات الأوان. نيال الشخص اللي بيلحق حاله ويتوب على بكير، لأنه باب التوبة باب غريب عجيب. بمجرد دخولك من هالباب بترجع نقي وكأنك ولدت من جديد يا ابني. مولاي نصيحتك هاي رح تنور طريقي دائما. بترجاك تسامحني، ما بقى عيدها. أنا بحياتي ما أتحط المشروب بتمي. لا توعدني لإلي لأنه هاي القصة صارت بينك وبين رب العالمين. أول مرة بشوفك مبسوط لهالدرجة. كله بفضلك. ما رح انسى لك هالمعروف ابدا. يوم عن يوم عم بتاكد انه احترامي لك ما اجى من فراغ. صار لازم ترجع على امارتك بيزيد. مزبوط، انا اليوم رح ارجع على امارتي، بس مو لحالي، رح اخذ معي هوري جيهان. وبعدين شو رح يصير؟ منكتب كتابنا بدون ما حدا يعرف، وبعدين ببعت له رسالة لمولانا وبشرح له فيها كل شيء. هذا قرار خطير كتير، تعرف هالشي ما هيك؟ أنا رح كون مستعد لكل شيء، لكل شيء. أنا كتير بحترمك يا مصطفى، بس بترجاك لا تمنعني. أساساً ما عندي الحق أني أمنعك، وخاصة أني سبقتك وعملتها. أنت شو قصدك؟ تعال معي. سمو الأمير؟ تعرفها لمهرونيسا خانم ما هيك؟ ما التقينا من قبل، بس سمعت عنها. بنت المرحوم الرئيس خضر. مزبوط، بتكون مساعدتي، وهي بنفس الوقت مرتي يا بيزيد. يعني انتو بتعرف التقاليد سمو الأمير؟ ما كان ممكن نتزوج أبدا، بس نحن كتبنا كتابنا بالسر، والشكر لرب العالمين أنا حاملة ولد من سمو الأمير. الشي اللي عملتوه مخاطرة كبيرة، بس أنا ما فيني إلا بارك لكم. عن جد نحن ما قلنا سلطة على قلوبنا، بس قلوبنا يا أخي عم تجرنا وتاخدنا لمحلات خطرة كتير، ويمكن هالمحلات توصلنا على الهاوية. مولانا ما بيعرف إني تزوجتها لمهرونيسا، وما لازم يعرف أبدا. أنت لا تاكل هم، سرك حيكون بيرغمي. مو خايف من إنك تحكي، أنا خوفي عليك أنت يا أخي، وبصراحة أكتر أنا آكل همك.
لأنه شو ما قلت لك ما رح تتخلى عن هوري جيهان، وطالما هيك لا تخلي مولانا يعرف، لأنه إذا هالموضوع انفضح يلي رح يستفيد من هي القصة هو سليم بس. عم تفهمني ما هيك؟ بصراحة ما حبيت كتير الجو هون، عن جد اسطنبول أحلى مكان بالدنيا. شو لساعتك عم تقري النجوم؟ أحياناً. كنتي تقولي شفتي مستقبلك بالنجوم وعلى أساس رح تصيري بالقمة. الظاهر النجوم كذبت عليكي، بالبندقية كنتي منبوذة وهلأ صرتي جارية مثلك مثل غيرك، وشوفيني أنا يلي صرت بالقمة. شو عم تقول السلطانة هيام؟ شو كاتبة؟ فاليريا عم تطلب مني قتل فاليريا. السلطانة بتصير عبدة والعبدة بتصير سلطانة، هي هي الحياة. بعترف إنك صرتي بالقمة، بس المهم إنه الوحدة تبقى بالقمة. أنت فيك تضمني هالشي؟ رح تحافظي على مكانتك؟ رح تنسي ماضيكي؟ شو هالوقاحة هاي؟ أنت كيف تجرأي تقول هيك بوشي؟ أمي كيفها يا مولاي؟ صحتها منيحة إن شاء الله؟ منيحة. اعذرني على تطفلي، بس أنا كنت مفكر رح تجوا سوا. ادخل. مولاي، مصيبة يا مولاي. قولي كيف صارت الحادثة؟ وقعت من على البرندة يا مولاي. شو اللي صار؟ احكي يا نور بانو. مولاي كل شي صار فجأة. مولاي أنا رحت لعندها مشان أحكي معها، وبعدين طلعنا على البرندة وعائشة خانم وجيهان خانم كمان كانوا معنا. كيف وقعت؟ كان في برقبتها طوق ونحن واقفين، فجأة وقع منا هالطوق على الأرض. طلعت منشان تشوفه وفجأة حسيت بدوخة، بس حسيت إنها رح توقع حاولت إني لحقها وأمسكها بس ما قدرت. أخيرا جيت. صار لنا فترة منيحة ما شفنا بعض، طولتوا كتير بالعاصمة.
ما صار فرصة لهلأ. هذا المكتوب لسمو الأمير، أعطاني إياه الأمير جيهانجير. الظاهر الموضوع مهم لأنه طلب مني وصله بنفسي. تعوا معي. جناب الباشا، شوفتك شرف كبير لألنا. أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك يا غضنفر. لقمان خبر مولانا أني لازم شوفه ضروري. مولاي عم يرتاح يا رستم باشا، إذا ما في شي مستعجل. روح خبره لأني ما قطعت كل هالطريق على الفاضي. شو الوضع؟ كل شي تمام؟ الأمور كلها كانت ماشية تمام لولا هديك الحادثة. أنو حادثة؟ مفضلة مولانا نازلي خانو خسرناها بحادثة أليمة. متأكد إنها حادثة؟ مولانا بانتظارك جناب الباشا. مولاي السلطان، سمو الأمير، البقية بحياتكم يا مولاي. قبل شوي خبروني إنه مفضلتك توفيت. الله يجعل مسواها الجنة. آمين. حياتك الباقية يا رستم هي إرادة رب العالمين. شوفي شو اللي جابك وراي لهون. أمرتوني قبل سفركن اكتب رسائل لإشراف أماسيا مشان نشوف شو حكمن على الأمير مصطفى، ووصل ردن. مشان هيك اجيت لهون؟ بتوقع في رسائل لازم تقراهم بنفسك، وحبيت جيبهم بإيدي. تركني مع الباشا لحالنا. مولاي، محبة أشراف أماسيا والبشوات اللي حواليها لسمو الأمير مصطفى مع الأسف تخطت الحدود يا مولاي. وغير هيك، بكل رسالة عم يحكوا عن الأمير وعم يقولوا عنه إنه هو السلطان المستقبلي. وشو معنات هالحكي؟ رستم باشا لشو عم بيخطط؟ باعتبار سمو الأمير جيهانجير الآن فهذا بيعني إنه الموضوع جدي كتير. صحيح، رستم باشا عم يلعب لعبة وسخة لأنه انكشفت الغرفة السرية مثل ما بتعرفوا، وبالظاهر ناوي ينتقم لهالشي. بدي أعرف مين هنن أشراف أماسيا وشو قايل كل واحد منهم. بدي أسماءهم وبدي أعرف كل شي بالتفصيل. أمرك يا سمو الأمير. نعتبر أنفسنا أناسا محظوظون جدا لأن سمو الأمير مصطفى هو من يسير إدارة الحكم في ولايتنا، وسوف نتألم بذهابه فيما بعد إلى العاصمة. نتمنى من الله عز وجل أن يطيل بعمر سمو الأمير. نحن مطمئنون بوجوده، ومن كان تقدم بشكوى بحقه فهو حكما كاذب. فسلطاننا المستقبلي رجل عادل ولا يأكل حق أحد. سمو الأمير هو مستقبل دولتنا العليا، وهو رجل شجاع كالمرحوم السلطان سليم خان المعظم، فهو يشبهه كثيرا. ما كان بدي ضايقكم يا مولاي، بس وظيفتي بتتطلب مني إنه نبه جلالتكم من كل خطر محتمل. في أختام على بعض المكاتيب لأشخاص مانن عاديين أبداً، ومنن لبشوات الإمارة، وكتبوا هذا الحكي مع أنهم بيعرفوا أني رح أقراه. روحوا اتركني لحالي. Thank you.
يا سجني المظلم، يا من خطفت جانبا من روحي وأبقيته في عزلة عن الجميع، جعلتني أتأكد بأن الشمس لن تشرق مرة أخرى في عالم الظلام بين قضبان الحديد. يا من هزم ودمر وكسر الأعداء في تلك الساحات الملحمية وجعل أنهر الدم تسيل، يا من استطاع أن ينتصر على أولئك الأبطال القادرين على خنق أقوى الوحوش. أيها الشيء الذي يخيف أكثر من السيوف الحادة المصنوعة بأمهر الأيادي في تبريز والقادرة على فصل الأجساد، يا ظلمتي أنا، أيها الشيطان في داخلي، يا أيها الشر، أتجادل معك في كل ليلة، لم تستطع إقناعي ولم أستطع أن أبلغ النور. شفت يا إبراهيم؟ شفت أبي كيف كان بده يقتلني؟ أنا بحياتي ما راح أنسى هالشي، راح أدعي لربي دائماً إنه يبعدني عن ارتكاب هيك أخطاء. أنت عندك ضمير يا سمو الأمير، مستحيل تعمل هيك شي، وإذا شي مرة شكيت من هالناحية تذكر هذا اليوم، تذكر شو صار فيه، الغضب والخيانة والظلم، تذكر منيح كيف دفنته. يا حراس، في كل سواد يوجد بياض، وفي كل بياض هناك سواد، في داخل كل إنسان هناك الظلام وكذلك النور، كلنا يحمل في داخله ملاكا وشيطان، وهذا يشبه الجنة والنار، والذي تختاره أنت هو سيفوز، وإن أدرت ظهرك لأي منهما حكما سيخسر. بعثت الرجال مشان يعرفوا أشراف أماسيا شو كاتبين بالرسائل. أنا بصراحة ما بعرف شي، بس رستم مستحيل يروح على مانيسا على الفاضي، والحمد لله انه جيهانجير بعت لك خبر ونبهك. معك حق، هو عيوننا واداننا الموجوده بالقصر. طيب مصطفى، فيني ساعدك بشي؟ خليك بعيد وهالشي بكفيني، انا واثق من حالي لانه لليوم ما صار عندي اي تقصير تجاه اهل اماسيا، والحمد لله بحياتي ما ظلمت حدا بنوب. هالشي اكيد، بس معقول يكون في حدا عرفان بقصة مهرونيسا خانو؟ كل شي ممكن أخي، أنا دائما رح كون واقف معك، وإذا بدك أي مساعدة وحياتك خلال ساعات بكون عندك. إذا بدك فيني ضل كم يوم. لا، أنت رجع على إمارتك. بيزيد، لا تنسى أنه دائما في حدا خاين جنبك، كون حذر. بدي اتشكرك اولا على نصايحك، وثانيا لانك ساعدتني. الله يحميك يا اخي. سمعت انه مولانا السلطان ما كتير مبسوط منك يا سمو الامير. لا تاكل هم رستم باشا، هالحكي صار قديم، رجعت المي لمجاريه،
الحمد لله قدرت اكسب ثقة مولانا من جديد. الله يزيد المحبة بيناتكم. آمين آمين. هلا احكي لي لشوف شو قال لك عن الرسائل؟ يعني رح يطلع شي من وراها؟ كيف بده يتصرف مولانا ما بعرف، بس المسألة ما رح تمر على خير بنوب. أكتر شي ضايقه هو إنه شبهه الأمير مصطفى بأبوه المرحوم السلطان سليم خان الأول، إذا بتعرف قصته. ومولانا دغري تذكر كيف أبوه شال جده السلطان بيزيد عن عرش الخلافة. حضروا حالكم، نحن راجعين على العاصمة. أمرك مولاي السلطان. ما انشغل بالك علي ولا مرة؟ بغياب رستم انت تركتني لحالي، وامي عتبانة عليك لانه ما عم تشوفك. وجعي زايد كتير بهالفترة يا اختي، وما لي نفس اطلع من جناحي بنوب. رستم باشا ما في اخبار منه؟ يعني متلهف تعرف شو عاقبة الرسائل؟ ما بدي اكذب عليكي، في هيك شيء. المفروض نحن ما نوجع راسنا بهيك قصص. طلع حواليك، حاول تشوف، شوف الشغلات الحلوة يلي حواليك، استمتع بطعم الأكل اللي عم تاكله يا أخي، حاول تقرأ الكتب يلي اجتنا من الطرف الثاني من العالم وفهمها. قد ما حاولنا ما رح نقدر نغير شيء بهالدنيا، ما رح نقدر، وهي من نعم ربنا ولطفه علينا. مزبوط، معك حق. أنا ماني بطل بهي الحرب، وأكيد ما رح صير، ولازم أقدر إنه هاي نعمة منحني إياها رب العالمين. قايلين عني السلطان المستقبلي؟ لك شو هالحكي؟ بيكون حدا من أعدائي هو اللي ورا هالقصة. سمو الأمير هنن قالوا هيك من محبتهم لجنابك، بس ما توقعوا تكبر الشغلة كل هالقد. صار واضح ليش رستم راح عمانيسا وشافوا لمولانا. مزبوط، بس يلي كتبوه ممكن يخلي مولانا يشك فيك يا سمو الأمير. من بعد إذنك نحن رح نروح على العاصمة وندقق بالقصة. مو هلأ يا فهد، لازم نستنى شوي. شو بدنا نستنى سمو الأمير؟ هالملعوب لازم ينكشف. لا تستعجلي مهرونيسا، نحن المفروض نكون صبورين. هلأ ولا بعدين رح نعرف، وقتها منلاقي حل القصة. شبكي ليش هيك متلبكي؟ مولانا السلطان هون بالقصر، واخيرا رجع يا سلطانة. دستور سمو الامير بيازيد. بابا. حبيبي اورهان. ابني البطل عثمان. شو القصه؟ كانهم كبرانين كتير. الاولاد بهالعمر بيكبروا بسرعه. الحمد لله على سلامتكم يا سمو الأمير. مصطفى إن شاء الله ما يكون في أخبار سيئة عن إمارتي. كل شيء طبيعي يا سمو الأمير، أنت ما تأكل هم. عظيم. سمو الأمير، شو كان بده سمو الأمير مصطفى لحتى بعت وراك بهي العجلة؟ شو كان قصده من دعوتك لعنده على الإمارة؟ هلأ مو وقت هالحكي يا مصطفى، أنا جايب معي ضيف خاص جدا. السلطانة هوري جيهان، من اليوم ورايح هي رح تبقى معي بالقصر. سمو الأمير بيصير تكون هون؟ وليش ما بيصير؟ مو أنا الأمير هون؟ دستور حضرة السلطان سليمان المعظم.
اطلعوا لبرا، ما بدي اشوف اي حدا. وين نازلي خانم يا لقمان؟ صار معنا حادثة يا سلطانة، هالمسكينة ما لها حظ، وقعت من على البرندة وللأسف ماتت بأرضها. هيام، شايفتك ما تفاجأتي. إن شاء الله ما يكون في إلك إيد بهاي الشغلة. ما سمعتي لقمان آغا يا سلطانة؟ هو عم يقول ماتت بحادثة. فيكي تقولي إنه الموضوع كله قضاء وقدر يا سلطانة، واللي صار السلطانة ما له علاقة فيه. لأنه هيام إلى سوابق بمثل هيك قصص يا مريم، ويمكن مولانا من شان هيك ما أخذ لإلها، أخذ نازلي معه على مانيسا، ولا أنا غلطانة؟ موتها كان فاجعة كبيرة لإلنا، بس هي أخذت يلي بتستاهله، وهلأ ما بيجوز غير نقول الله يرحمها ويغفر لها. مولاتي السلطانة هيام. رستم احكي لي شو صار؟ مولاي السلطان شو عمل بعد ما قرا الرسائل؟ عصب كتير وتضايق يا سلطانة، وطلب نرجع العاصمة فورا، وما حكى ولا كلمة طول الطريق. وانتي أكتر وحدة بتعرفي إنه مولانا السلطان بمثل هيك حالات بياخد وقته، ومستحيل حدا يعرف شو يلي عم يدور براسه. وهو لهلأ لسه ما سامحني، من وقت ما رجع ما عم يرضى يقابلني. معقول وقعد لحالة؟ ماني مرتاحة لهالحادثة. أنت برأيك هذا هو سبب حزن جلالة السلطان؟ ما بعرف، أنت شو رأيك السبب؟ واضح في شي تاني شاغل باله. ماني عارفان، بس بعتقد الرسائل اللي أخذن رستم باشا لمولانا إلن علاقة بالحالة اللي فيها السلطان هلأ. حالته ما بتطمن أبداً. بتعرفي شو مكتوب بالرسائل؟ بصراحة أنا حاولت إني أعرف، بس ما قدرت أعرف ولا معلومة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مولاي شو قرر يساوي؟ معقولة ما تكون اشتقتي لي؟ نحن صرنا فترة بعاد عن بعض. اشتقت لك كتير. مع انك ما صار لك زمان رايح، معقول لحقت تشتاق لي؟ حاسس حالي كأني غبت سنين. سلطانة هوري جيهان مستحيل تبقى بهذا القصر، ما بيصير ابدا يا سمو الامير. فكرك جلالة السلطان رح يرضى بهذا الموضوع؟ بس هو ما لازم يعرف يا مصطفى. ما فهمت، كيف يعني؟ قدامك طريقين يا مصطفى، يا أما بتتحرك معي ومنخبيها لهوري جيهان بالقصر، يا أما بتترك وظيفتك وبتخلى عن خدماتك. القرار إلك. طالما ما في طريق ثالث موافق يا سمو الأمير، حكون معك بكل خطوة بتخطيها. أساساً أنا هيك كنت معك، ولو ما كنت هيك كانوا كل العالم عرفوا بروحتك لعند سمو الأمير مصطفى، وأول حدا هو أمك. أها،
أنا بصراحة كتير بحترمك، بس منيح اللي فتحت هالموضوع. أنت من اليوم ورايح ممنوع تتواصل مع أمي حتى لو من شان مصلحتي، ورح أعتبر أي غلطة منك خيانة، وصدقني رح تدفع ثمنها كتير غالي. أول ما أجا مولانا السلطان خفت كتير، بس أنت بهرتني بذكائك. كيف قدرت تلملم الوضع هيك؟ هلأ الأمور رح تكون لصالحنا، وزي اللي حكيت لي يا صح، جلالة السلطان رح يلتهي بمصطفى لوقت كتير طويل. ادخل. مصطفى وبيازيد معتبريني عدو لإلهم، مع أنه عدوهم الأساسي هو نفوسهم الضعيفة، وما أنهم منتبهين لهالشي. رح نشوف كيف رح يقضوا على حالهم، خلينا نحتفل. شو هاد؟ شوية مشروب ما رح يأسروا. قلتلك أنه أنا تبت، ما قلتلك ما بقى أشرب؟ شيلي بسرعة، ما بدي يفوت المشروب على قصر بنوب. نوربانو ما خيبت أملنا يا سلطانة، ونجحت بالمهمة يلي وكلناها فيها. مزبوط، كان معي حق وقت اخترتها من بين كل الجواري. ومولانا السلطان ما طول الغيبة، وأخيراً رجعتوا لبعضكم. من وقت ما رجع ما تطلع بوشي، هو شكله مو ناوي يرجع لي بنوب. أنا بدونه ما بعرف كيف بدي كمل حياتي. مولانا السلطان ما رح يقاوم عشقه لإلك يا سلطانة، وندرت على حالي. وقت بتتصالح ورح وزع ذهب. اي ان شاء الله. دستور سمو الأمير جيهانجير. جيهانجير، أنا صار لي مدة ما عم شوفك، أنت وين كنت مختفي؟ أمي، ممكن نحكي شوي؟ وضع مولانا السلطان مكركب، مبين متضايق كتير. معقول الرسائل يلي سلموا إياها رستم باشا تكون هي السبب؟ أنت لا تشغل بالك بهيك مواضيع أبداً. أمي، أنا ما عدت ولد صغير. سألتك سؤال واضح، مولاي السلطان هو متضايق بسبب هديك الرسائل؟ ممكن يكون هيك. السلطان مزعوج من مصطفى بسبب أخطائه. الرسائل شو كان مكتوب فيها؟ أنت عن جد حابب تعرف؟ ما دامك مصر أنا رح أقول لك كل شيء. في شخصيات وناس مهمين وأصحاب شأن عم بيمجدوا لأخوك مصطفى، لدرجة عم بيقولوا إنه هو السلطان المستقبلي. أخوك اللي بتوثق فيه وبتحترمه كتير، لو ما كان سامح لهم بهيك شيء ما كانوا استرجوا يحكوا هيك عنه. نحن لازم نقنع مصطفى يا مهرونيسا، لازم يشرح لمولانا السلطان بأنه ما له أي علاقة باللي مكتوب بهديك الرسائل. ما بعتقد سمو الأمير يساوي هيك شي سلطانة، وهو بيعرف منيح أنه هذا الشي رح يضره أكتر من ما ينفعه، وهو ما غلط حتى يروح يطلب السماح، وما لازم نخاف طول ما نحن على حق. نحن هيك رح نتورط ورطة كتير كبيرة. أبي المرحوم بيقول ما بيصير تفتح الشراع بالعاصفة. مولانا مستحيل يسامحه هالمرة، هالمرة غضبه رح يكون كبير كتير. مولاي، عندي علم بالرسائل يلي انكتبت بحق أخي مصطفى،
أنا متأكد إنه أخي ما له علاقة بنوب بالشي اللي صار، ونحن ما فينا نوجه له تهمة ونحاسبه بسبب حب الناس ومدحهم لإله. جهانجير، كل إنسان بيختار الصفات اللي بتليق فيه، ولو أخوك مصطفى ما شاف هالصفات بتليق فيه ما كان سمح لحدا يمدحه بهذا الشكل علنا. بس بصراحة أخي مصطفى يا مولاي السلطان، هو أكبر ولادك هو المرشح الأول لاستلام عرشك يا مولاي، فبظن من الطبيعي إنه يجهز حاله لمثل هداك اليوم. هداك اليوم هو نفس اليوم اللي رح أرحل فيه أنا يا جهانجير. بعيد الشر عنك، أكيد ما رح ضل عايش للأبد، بس اللي ما بدي إياه إنه يجي هذا اليوم ويكون هو مجهز حاله، لأنه أنا اللي بختار مين هو المناسب. سيدي ومولاي ونبض قلبي، هزمت جميع أعدائي لأجلك، هلكت في حفرة عميقة وولدت مرة أخرى فقط كي أراك مجددا. لأجلك ذهبت للموت وعدت مرة أخرى. اجعلني ظلك، اجعلني الحديد القاسي بين يديك، اجعلني الحجارة التي تدوسها قدمك. سر من فوقي ولا تبالي، إن شئت ارمي بي إلى النار، اسجني بأظلم السجون، ادفني تحت التراب، ولكن لا تدر لي ظهرك. وإن كنت سأحظى بك في العالم الآخر، أعطني أشد وأقوى السموم لأشربها. يا قلبي، يا نبض فؤادي، الموت أسهل علي بكثير من أن تكون بقربي وأشتاق إليك. مولاي، السلطانة هيام ناطرة الإذن لتدخل. شو قلها يا مولاي؟ شو قال مولانا يا عفيفة؟ سلطان عزريني، مولانا السلطان مو حابب يشوفك أبدا. المفاوضات مستمرة مع سفراء النمسا، وهن متلهفين حتى نعلن الصلح معهم، ومستعدين يتنازلوا عن كتير شغلات يا مولاي. شو وضع فرانسوا؟ لساته مريض؟ الرسول اللي بعتناه رجع يا مولاي، عم بيقول حالته لساته خطيرة. الله يشفيه ويعافيه. ولي عهده هنري أورليان دي كاسا متزوج من كاترينا دي ميتشي، ولهالسبب هو رح يعلن ولاءه للبابا ودوقية أوربينو. أكيد فرنسا من دون مساعدة دولتنا العلية ما فيها تقاوم إسبانيا أبدا، بالإضافة إنه إذا تسكر باب رح ينفتح باب تاني يا مولاي. هاي وصلتنا من بلاد الفرس، موقع باسم أخوه طهماس الأمير ميرزا، هو حابب من بعد موافقتك يجي على عاصمة ويصير تحت جناحك يا مولاي. ليش؟ شو القصة؟ فات بصراع على عرش الشاه مع أخوه طهماس يا مولاي، ولما هو خسر الصراع هرب مع 2000 عسكري تحت أمرته واتجه للقرم. شو بتنصحنا؟ لازم نستغل الفرصة من الناحية السياسية يا مولاي. انت شو رأيك محمد باشا؟ كلام جناب الباشا مزبوط يا مولاي، الأمير ميرزا شخص كتير محبوب بين الصفويين، وفينا نستفيد من هالقصة لصالحنا. أنا كمان هيك رأيي، غير هيك نحن بابنا مفتوح لكل واحد بيطلب اللجوء. رستم باشا، بعد خبر خليه يجي. تحت أمرك يا مولاي السلطان.
سلطانة، مولانا السلطان أمر أنه تنعمل عباية لسمو الأمير مصطفى. أنت متأكدة؟ مين قال لك هالحكي؟ لقمان خبرني، ورحت لعند الخياط وتأكدت بنفسي. مولانا السلطان أمر يخيط له عباية فاخرة ومزينة بأفخر الأحجار والمجوهرات. مولانا عم يتغاضى عن كل أعمال مصطفى وأخطائه، وفوق من نهديه قلتي لي عباية؟ مولانا ناوي على شي؟ شو قصدك سلطانة؟ ما فهمت. بزماناته لما مولانا كان أمير بمنيسة، بوقتها اجته عباية هدية، عباية فخمة كتير، بس السلطانة أمه لسليمان عرفت إنه العباية مسمومة. كانت أول مرة بحياتها بتشوف عباية بهالجمال. اشتغلنا عليها ليل نهار يا مولاي، إن شاء الله نكون جهزنا عباية تليق بجلالتك وتليق بسمو الأمير مصطفى. عظيم، أنت وكل الخياطين اللي اشتغلوا بهالعباية رح تاخدوا مكافأة كبيرة. الوقفة قدام جنابك هي أكبر مكافأة بالنسبة إلنا. حطوا هالمكتوب بالصندوق وبعتوا لمصطفى. أمرك مولاي السلطان. سلطانة، اجا قائد البحرية محمد باشا، قال بده يشوف رستم باشا ضروري، فوتنا لجوا. خير ان شاء الله. شو جابوا هاد؟ سلطانة، اهلا وسهلا يا باشا، كيفك؟ عم ادعي لك بالصحة يا سلطانة. خير ان شاء الله. اكيد صاير شي يا باشا. مزبوط يا سلطانة، المسألة بتخص أمور الدولة العليا. سوكولو، أنت شو عم تساوي هون؟ اجيت وصلكم معلومات بخصوص مسألة مهمة يا باشا. طيب الحالة. انت من وين اجتك هالجرأة لحتى تجي على قصري؟ لا وفوقها كمان واقف مع السلطانة مريم وعم تحكو؟ اضطريت اعمل هالشي بعد ما اجاني خبر مهم. وصلني خبر بموت ملك فرنسا. قلت لازم قلك من شان بتجي بكرة على الديوان وبتوصل لي المعلومات. اذا شفتك مرة تانية بقصري أو لمحتك عم تحكي مع السلطانة مريم، ما رح سامحك يا سوكولو. فهمت؟ صار فيك تمشي. طلع لبرا. شو كنتوا عم تحكوا؟ عن شو بدنا نحكي يا رستم؟ كنا عم ندردش مو أكتر. كنتي عم تشوفي بغيابي. شو عم تحكي؟ غيران علي منه؟ لا تضحكني، ما لقيت غير هاد لحتى تغار منه؟
انت ليش جاي لهون؟ شو وين الرسول؟ سمو الامير جيهانغير هو اللي بعتني لعندك، اجيت لاخذ الصندوق، قال هو كمان عنده هدايا بده يحطهم فيه. ما عندي علم بهالحكي بنوب. سمو الامير امبارح اجى شخصيا لهون، وانت بوقتها ما كنت موجود. عم يحكي مزبوط معلم، امبارح سمو الامير امر بهالشيء، بس نسيت خبرك وقت اجيت. الله يصبرني عليكم وعلى اهمالكم. معلم والله هلكنا ونحن عم نشتغل. طيب نسيت شو ساوي؟ مو مشكلة، فيك تاخده يا آغا، بس دير بالك منيح هالرسالة. ما تاكل هم. خذوا بسرعة بلا ما يشكوا فيك. أعطي هدول للقمان يا فخرية وخلي يحطهم بمكان مناسب بجناح مولانا. مولاتي ما بيجوز تعملي بحالك هيك. أنت يا مولاتي إلك على هالحالة كذا يوم. أنا صار لي فترة مو قدران ينام بنوب. أنا عم فضفض كل شي جواتي بكتابة هالوراق، عم قول لحالي بلكي بيقراهن وبيحط نهاية لهالفراقات. حلوة هالقماشة. دستور سمو الأمير جيهانغير. سمو الأمير، حبيت شوف العباية تبع أخي مصطفى، ما خلصتوها لسه؟ خلصت يا سمو الأمير، حتى إن صارت على طريق أماسيا. ما عندك علم بهالشي؟ أجل عندي آغا وقال حضرتك اللي بعدته لأنك بدك تبعت هدايا مع العباية. أنت شو عم تقول؟ أنو آغا؟ أنا ما بعتت لعندكن حدا. يا بني، سمعت بأن أشراف الإمارة ينادونك بالسلطان المستقبلي. لا أريد أن أفكر بأنك راض عن هذا الكلام، لأنك تمتلك التجربة الكافية لتعرف أن هذا الكلام نتائجه وخيمة. احذر جيدا من كلامي ومواقف من حولك. الاحترام والمحبة لهما حدود معينة، وإن تحقق عكس ذلك وتم تجاوز الحدود فإن هذا الكلام يعطي الجاهل شجاعة لا معنى لها. لا تنسى أبدا بأنني أثق بك ومكانتك في قلبي مختلفة عن الجميع. اجعل كلامي هذا نقشا في عقلك وقلبك، ولا تفارق الصراط المستقيم
لأنه الطريق الوحيد الذي من الممكن أن يصل بك إلى النور. ادخل. سلطانة، خير؟ شو صاير؟ سمو الأمير وصلته هدية من جلالة السلطان، طلع خوفك على الفاضي. وشو هالهدية؟ باعت له عباية بتاخد العقل. قلتي عباية؟ وينه مصطفى هلا؟ هو بجناحه سلطانة. مولانا تقبل القصة بحسن نية، مزبوط؟ لأنه بعت لك عباية حلوة، ومع هيك واضح من اللي كاتبه أنه مو كتير مرتاح. ما رح تجربها؟ سلطانة شو صاير؟ بجوز تكون مسمومة. مستحيل يا سلطانة، مولانا هو يلي بعت العباية. طالما هيك القصة البسها أنت ورح نعرف إذا كانت مسمومة ولا لا. سلطانة أنت كيف تفكري إنه مولانا؟ يلا بسرعة البسها لشوف.
الأمير؟ حضروا حالكم تشالي جالي، رح نروح على العاصمة. كأننا في حلم طويل، فقط هما المستيقظان، وكأننا لا ندرك رائحة الزهور، هما من يدركانها. نحن عميان نعيش في ظلمة هذه الدنيا، ولكن هما يعيشان في حضن الشمس. لم نذق أبداً طعم حب كهذا، فالحب عبارة عن وحدة دائمة لنا، كما أنه مؤلم. هما من وجدا بعضهما، إنهما آدم وحواء، الروح والجسد. هما وجدا بعضهما قبل الجميع، وأكملا حياتهما في عالمنا. أما نحن من نبحث عن حل لإيجاد نصفنا الآخر، وهو مفقود منذ الأزل. بوحياتي كنت بعرف انك رح تسامحني لانك بتحبني يا مولاي، بس انا ما سامحتك يا هويام. من اليوم رح تترك القصر، رح تروح تقعدي عند بيازيد. We'll be right back.
حدا استعمل اسمي واخذ العباية اللي كنت بدي ابعثها لاخي، والله اعلم شو بيكون.